فوقتاش ما ذكرتي القضيه الفلسطينيه كتجبد التقرير الزعف ديال الصماد والعجاج، شفت هذه المره ما جبتيهاش علاش؟ ايوا قول لهم راه سيراليون عندها قنصليه في الداخله سنه 2021 وفرضت عليك ما تجبدش هذا الموضوع، سيراليون ولا تحكم فيك، سيراليون جدك ولا تحكم فيك، سيراليون ولا تحكم فيك، النيجير بهدلاتك، مالي سخسخاتك، بنين دعدعاتك، اثيوبيا شرشماتك، دابا ولا سيراليون عباد الله كيقول له تجبد لامك الحس ديال داكشي التقرير الزاد غنخلي لك في حنا عينا نديرو فيكم النفس اصاحبي، يا سي عبد المجيد عينا نديرو فيك النفس، هذيك البلاصه والله ما ديال استقبال الدول ولا رؤساء الدول، عيب اصاحبي عيب، دوله قاره عيب، سي عبد المجيد عيب عيب عيب، الرئيس نتاع الجزائر الجديده عيب عيب، تستقبل رؤساء نتاع الدول في الحمام نتاع تركيا عيب، اسير صاحبي قلع داكشي ولا بدل البلاصه ولا دير شي حاجه، خصكم الزلاجيه يجي ومرحبا والله حطنا عندكم الزلاجيه قد تكون كلشي، ياك باغي نقولوا الزلاجيه تاعنا بعدا بعدا ديروا غير داك الكارت اللي هاك هاك بعدا هاك نتاع الزلاجيه دير دير هاك نتاع الزلاجيه دير الكارت ياك ديك القصر انا والله خصني العصا عندكم واحد القصر في تلمسان اللي قدوا لكم المغاربه والله العظيم عندهم مخزن ما عندهم قصر، ايوا الدوله هذه الدوله ما عندهاش قصر، طلب الله ما ندير لهم بانيه فرنسا، المراديه بانيه فرنسا، فين ساكن دابا هو تبون بانيه فرنسا، حشومه عيب، والكرماج ديال تركيا، والسراول ديال القلم السوا ديال ارمينيا، وداك القلال اللي كيصوتوا فيه ديال ذاك المعزه ديال اسكتلندا، واشنو عندكم ديالكم؟ السي عبد المجيد تلاقى الرئيس نتاع سيراليون في الحمام، إن الجزائر وسيراليون باعتبارهما عضوين غير دائمان في مجلس الأمن ستعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وستعملان كذلك على الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة بالأخص أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني. السي عبد المجيد، السي عبد المجيد، السي عبد المجيد الرئيس الجزائري المبجل، بعد بعيدا عن أنك استقبلت الرئيس سيراليون في الحمام التركي، عينا نهضرو، ما بغيتيش تحشم، ما بغيتيش دير بالشان ديال الجزائر، السي مبوسطون كيدعو الإخوان على التكباس والبارطاج الله يحفظكم، شكرا السي مبوسطون أخويا شكرا. حنا عينا نديرو فيكم النفس أصاحبي، يا سي عبد المجيد عينا نديرو فيك النفس، هذيك البلاصة والله ما ديال استقبال الدول ولا رؤساء الدول، عيب أصاحبي عيب، دولة قارة عيب، السي عبد المجيد عيب عيب عيب، الرئيس نتاع الجزائر الجديدة عيب عيب، تستقبل رؤساء نتاع الدول في الحمام نتاع تركيا عيب. عينا نضحكوا عينا نتمزوا عينا سير صاحبي قلع داكشي ولا بدل البلاصه ولا دير شي حاجه، خصكم الزلاجيه جا ومرحبا والله حتى نعطيكم الزلاجيه قد تكون كلشي، ياك باغي نقولوا الزلاج تاعنا بعدا بعدا ديروا غير داك الكارت اللي هاك الكارت بعدا الكارت نتاع الزلاج ديروا الكارت نتاع الزلاج دير الكارت لامبريمونت خدامه عندكم هذاك واش خدامين بلامبريمونت ديروا الكارت وما تفتحوش راسكم الكارلاج نتاع تركيا، ما علينا الرئيس ما علينا معليش ما بغيتيش تحشم ما بغيتيش تقاد داك 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 المراديه عندك ولا داك القصر تما الا كش من قصر عندكم شي قصر ياك دي قالك القصر انا والله خصني العصا عندكم واحد القصر في تلمسان اللي قادو لكم المغاربه والله العظيم عندهم مخزن ما عندهم قصر، ايوا الدوله هذه الدوله ما عندهاش القصر، طلب البرلمان ديالهم بانيه لهم فرنسا، المراديه بانيه فرنسا، فين ساكن دابا هو تبون بانيه فرنسا،
حشوم عيب، والكرلاج ديال تركيا، والسراول ديال قلنسوة ديال أرمينيا، وداك القلال اللي كيصوتوا فيه ديال داك المعزة ديال سكوتلندا، واشنو عندكم ديالكم؟ سيروا صاحبي جيبوا سيروا سيروا، راه كاين كاين صاحبي القبائل عندهم لباسهم عندهم تراثهم، كاين الشاوية عندهم تراثهم، كاين تمر راس تيميمون، وديروا ديروا صاحبي شي حاجة جزائرية صاحبي، ديروا شي حاجة جزائرية، وخل القبائل ما غيبغيوش، المهم هذاك سوقكم. انا دابا كنقول هو مزيان القبائل يبقاو داكشي ديالهم بعدا ديالهم، تا يسمعوا شي نهار عاود عبد المجيد عاود. واخا سي عبد المجيد، دابا انت استقبلتي الرئيس نتاع سيراليون، تجاوزنا القضيه ديال الحمام، وغنتجاوزوا معاك القضيه ديال كيفاش انت غتحفظ السلم. السلم هذه 60 سنه من نهار دارت الامم المتحده ما تحفظ، غتجي انت غتحفظو انت وسيراليون من نيتك. دابا عبد المجيد والناس زعما غتيقك وغتمشي معاك، دابا غايشوفوا عبد المجيد في 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 المجلس الامن صافي، غتخلع اسرائيل وغتخلع روسيا وغيتخلعوا، واللي عنده شي قرطاس غيحطو، اللي عنده شي سلاح غينزل، والجرائم غتختفي، وكلشي غيولي بيس، غيخافوا منك عبد المجيد. دابا من نيتك سي عبد المجيد، انت دابا كذا انت غتحفظ دابا الامن العالمي انت والسيراليون. واخ نتجاوزوها، مشيتي لفلسطين، وعلاش مدخل معاك سيراليون؟ ياك انت قلتي لفلسطين خليوها عليا، قلتي ولا ما قلتيهاش عبد المجيد؟ ايوا علاش انت محزم سيراليون ومدخل معاك ياك قلتي خليوها عليك، ودابا انت ما فهمتش؟ يا قلتي انت صافي غتحل فلسطين وغتحل المشكل وخليوها عليا، علاش ما جايب معاك سميتو نرجس، الاخت نرجس شكرا، تحثكم على التكباس والبارطاج اللي حفظكم، شكرا نرجس، شكرا لك من تاني. ايه سيراليون جدك محزم دابا انت بسيراليون، نتجاوزوها ماشي مشكل. وفين القضية الصحراوية الزعدية الزفتية؟ فين شتي كيك انت كل مرة فين ما جبدتي فلسطين كتجبد معاها ابراهيم الغالي، علاش هاد المرة ما قلتيهاش؟ عبد المجيد ياك فوقتاش ما ذكرتي القضية الفلسطينية كتجبد تقرير الزعف ديال الصناد والعجاج، شتك هاد المرة ما جبدتيهاش؟ علاش؟ ايوا قول لهم راه سيراليون عندها القنصليه في الداخله سنه 2021 وفرضات عليك ما تجبدش هذا الموضوع، سيراليون ولات تحكم فيك، سيراليون جدك ولات تحكم فيك، سيراليون ولات تحكم فيك، النيجير بهدلاتك، مالي سخسخاتك، بنين دعدعاتك، اثيوبيا شرشماتك، دابا ولا سيراليون عباد الله كيقول له تجبد لمك الحس ديال داكشي التقرير الزاد، غنخلي لك في ما قدرش يجبدها مع سيراليون. وهذاك المندوب ديالو في سميتو في الامم المتحده في داك مجلس الامن وداكشي ما جبدش الحس ديال 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 صناد العجاج، وكيف زعما هل يمكن ان نعتبر هذا انكم جيتو كتحطوا الكوار؟ تماما من عمي، شوف ماشي مشكل، انا غير تقولوا لي سعيد واه حطينا الكوار، والله ما نعاود والله ما نحرجكم، ما نحرجكمش، ولكن يبدو انكم من الجهه الرسميه حاطين الكواري، ولكن من الجهه الاعلاميه الخبيثه اوخ ايفريست الغزال قال لهم اخ ايفريست، قال لهم عزيز عزيز مول الكسكيطه قبيله، قال لهم كاينين جوج شخصيات برجوازيه جدا في هاد التيك توك، قال لهم الشخصيه ديال المؤنث هي زارا، وفي الرجال كاين خي ايفيريست، قال لهم داكشي ديال برجوازيه فهمتي، وفعلا اثبت انك برجوازيه خي ايفيريست. با
هاد الهدية ديال الكاتكات. تحياتي اخي عدنان، تحياتي. شوف اعزك جدا، وداك الطريقه باش كتهضر مع داك الفرنسي مع داك كذا كتجي معاك. انا ما كتجيش معايا، انا واخا دابا الفرنسي عندي فرنسي ما كتجيش معايا، انت كتجي معاك. استمتع بمداخلاتك. شوف اذا سمعتي شي واحد قال لك لا ما تدخلش الفرنساويه، دخلها، خليك هكوك، خليك هكوك، والله العظيم اخي ايفريست بالله. اه ولكن كاين برجوازيين اخرين، كاين الحاج داكو راه كيتعلم. لاحظوا معي الفرق بين 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 بين, بين تريكه الحاج داكو والتريكه نتاع ايفريست. ايفريست حط هديه مقمحه، الحاج داكو جاتو الغيره، بغى حتى هو يدير هديه، مصيفط لي 16 ورده. من نيتك الحاج داكو، من نيتك انت سرقت البسطيله البارح ودات لك التسمم، ها شي ناس تضربهم بالترانات وانا تجي تعطيني 16 ورده زعما باش تبان بانك برجوازي. شوف انا عطيك شهر اخي حاج داكو، عطيك شهر تسلف اخويا، تكلف دبر محينك، فعلى نهار 10 في الشهر جوج، يا اما هديه مقمحه يا اما بلا ما تجي. تحياتي الحاج داكو، تحياتي، تشرفت بمعرفتك اخويا. انا اليوم عاد عرفتك ولكن عجبني داك الحس الفكاهه اللي عندك، والله العظيم تحياتي لك بنادم. سيمو بوستون قال لك لا ما كان للفقراء بيننا. تمام انا اخي سيمو، ايوا فين كنا ابن عمي؟ اوه الاحراج، درت لك الاحراج الحاج داكو. عندك تعيط لي غدا تقول لي ردها عاود ولا حتى انا غنبلوكك. واحد المسخوط قالوا الحاج سخن، برد الفرفار على الحاج، برد الفرفار على الحاج. ضحكي يا اخويا ضحكي. الله يحفظك الحاج، الله يحفظك يا نصر، الله يحفظك. المهم بيس، تحياتي بيس، تحياتي خويا ماروكو، الله يحفظك يا نصر. اه سعيد المجيد راه مداخلة كل فضائح، بدءا من الكارلاج نتاع تركيا ومرورا عبر حفظ الامن والامان والسلم العالميين تاع السيراليو، ها وتعري نعرجوا الجهه الاخرى ونقولوا لك اودي ابن عمي ديالي كيفاش دابا انت القضيه الفلسطينيه كانت عليك انت بوحدك، دابا وليتي كتستعين بالسيراليو وغدا غتجيب لنا البنين. ها حنا قلنا صافي انت غادي تشد الفيتو في ذاك مجلس الامن، والهضره اللي تقولها تزعزع بها هكذا، وما كاينش اللي يقول لك لا لا الامريكان لا روسيا. والله العظيم انا فاش سمعت وانا قال لك فلسطين خلوها عليا، قلت صافي، قلت عبد المجيد غيحط البيضه في الطاس وغيقول لهم الفيتو ولا ما لعبش الفيتو، حتى انا بحالي بحال الامريكان بحال روسيا ولا ما لعبش. ساعه هو غادي لمجلس الامن في اطار ما يسمى بعمليه التناوب على ذات البوست، كاين منطقه شمال افريقيا، كاين شرق افريقيا، غرب افريقيا، جنوب افريقيا، ووسط افريقيا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال المناطق ولا ستة كيوقع التناوب. كتجي فيك النوبة عبد المجيد مرة في 20 سنة 18 سنة، كتجي فيك النوبة، راه ماشي أول مرة غادي تدخل لذاك المجلس الأمن، راه كنت فرطيها، كنت فرها قبل منك بومدين في الستينات، كنت فرطيها في التسعينات والألفين والفين وجوج. علاش ما تقولوش هذا الشيء للشعب الجزائري؟ علاش تكذبوا عليه؟ وهذوك الناس اللي ملي صوتوا راه كنتوا غير بوحدكم، ما نفسكم حتى واحد. علاش ما تقولوش هذا الشيء للجزائريين؟ راه جوج مترشحين، قال هادو هما اللي غيترشحوا، قال طالعين طالعين راه صوتوا، ومع ذلك ما جبتوش الاصوات كامله، ومع ذلك السيراليون جابت اكثر منكم، السيراليون جاب 92 صوت وانتم جبتوا 86، يعني السيراليون فاتكم 6 ولا 4، يمكن غير 4، 6 ولا 4 ديال الاصوات. سيراليون اجدك، سيراليون اجدك، سيراليون تغلبكم، طيحوا الدلع الجزائر سيراليون. ترى مصيبه اللي جاي يرشم اثيوبيا، قلنا معليش اثيوبيا عندهم السد العالي كتخلع، شي نهار يتلقوا داك البزابز يطحنوا السودان ومصر، يمشيو
يمشيو رميم. قلنا ما عليش، عندهم داك البزابز داك ديال السد العالي اللي مشات تطلقات الماء غادي غادي غادي, غادي تشرش من ايوا. البنين شنو عندها؟ ها عط الله دابا البنين شنو عندها؟ والنيجير شنو عندها؟ ومالي ودابا السيراليون. سد النهضه، قلت السد العالي، ياك السد العالي كاين في مصر السيد. سد النهضه، سد النهضه، سد النهضه. اعتذر الاخوه سمحوا لي، شكرا شكرا على التنبيه. ترى مصيبه صح.